السلام عليكم مشاهدي الكرام، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مباشرة معكم. أعادت قضية خادمة بمدينة الدار البيضاء تناول الرأي العام بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة واقعتها إلى الواجهة، قضية معاناة عشرات الآلاف من العمال والعاملات المنزليات خصوصا الفتيات. نحن لن ندخل في تفاصيل الواقع على اعتبار أن هناك مسطرة قضائية رهن في الأثناء، واحتراما لمصادر التحقيق ولعدم التشويش عليها نناقش الموضوع، لأن لا يهم فقط حالة هذه الفتاة بل يهم كما ذكرت عشرات الآلاف رغم غياب رقم محدد. سنناقش أبرز العوامل التي تجعل هذه الظاهرة مستمرة ومستفحلة، ونناقش كذلك أبرز المقاربات التي من شأنها التخفيف والحد من معاناة هؤلاء وحمايتهن من أبشع طرق الاستغلال. لأجل ذلك يسعدني أن أرحب بكل من السيدة سليمة عظمي، أنت مديرة الشغل بوزارة التشغيل والإدماج المهني، مرحبا بك معنا. شكرا سي جول حسن على الدعوة، وأيضا أود أن أشكركم وأشكر القناة الثانية على اختيار هذا الموضوع اللي غادي يكون فرصة لنا باش يمكننا نتواصلوا مع السيدات والسادة المشاهدين حول مضمون القانون الجديد الخاص بالعاملات والعمال المنزليين واللي غادي هم واحد شريحة كبيرة من المجتمع المغربي. مرحبا بك. مرحبا كذلك السيدة أمينة خالد عضو جمعية إنصاف، مرحبا بك معنا. شكرا سيد جامع، وشكرا على الاستضافة، شكرا لكم لأنكم فكرتوا في هذا الموضوع وبالضبط اليوم من بعد الحادثة اللي وقعت ولا الجريمة اللي وقعت في الدار البيضاء. اليوم باش نعطيو واحد الصورة للمشاهدين والمواطنين والمواطنات على هذه البشاعة ديال الاستغلال اللي كاينة في فاطمة إيت موليد، مرحبا بك معنا. بارك فيك. شكرا استاذ، شكرا على الاستضافة. شكرا. نشير باش نعرف المشاهدات والمشاهدين بأنك الآن طالبة السنة الثانية بشعبة الأدب الفرنسي بكلية الأدب والعلوم الإنسانية بجامعة القاضي عياد بمراكش، وكنت في مراحل معينة من السن ديالك كنت خادمة بيوت سابقا. كان نستغل هذه الفرصة أولا باش نشجعك على الجرأة ديالك والشجاعة ديالك أنك تجي تكلمي على واحد الموضوع اللي باقي داخل في إطار التابوهات. مرحبا بك معنا. يبارك فيك. شكرا بزاف، وكنشكرك وكنشكر بهذا البرنامج باش نبين حتى انا ويعني نكون يعني شاهده على باسمي وباسم الخادمات اللي كيشتغلوا في البيوت انهم ما بقاش يخدموا، وان شاء الله نقدم صور مميزه على ان شاء الله. مرحبا بك معنا. كنرحب كذلك بالسي محمد نحيلي رئيس منظمه بدائل للطفوله والشباب، مرحبا بك سي نحيلي. مرحبا وشكرا على الاستضافه، اظن انها هي فرصه من اجل ابراز موقف المجتمع المدني باتجاه قضيه اللي تعتبر حساسه واتجاه فئات اللي هي تعيش في وضعيه هشه. مرحبا بك، مرحبا بكم جميعا. انتم كذلك مشاهدي الكرام كما جرت العاده على ذلك بامكانكم التفاعل مع مجريات النقاش الدائر في الاستوديو عبر الرسائل الهاتفيه القصيره على الرقم المثيل امامكم على الشاشه 18 18. نبدا بك فاطمه ايت موليد، بغيت بشكل يعني مختصر تعاود لنا اش من سن بديتي في الاشتغال خادمه البيوت، وكيفاش كانت يعني الوسيله باش واش كانت اتصال بين العائلتين ولا كان وسيط؟ اول ما قبل كل شيء اتاسف على الطفله لطيفه التي هي في حاله متازمه الان. اولا انا كنت عندي 9 سنين من كنت كنشتغل، يعني كنت جيت لهنا لكازا كنت كنخدم. ديك الساعه كانت الظروف ما كتسمحش ليا باش نكمل قرايتي، كانت الظروف ان الاب ديالي كان ديك الساعه مريض، يعني اضطريت انني نجي نخدم هنا في كازا. وكنت عايشه صراحه واحد الوضعيه صعيبه بزاف، انني كنت طفله باقي ما كنعرف والو، يعني مشيت نخدم عند شي ناس ما كنعرفهمش، يعني ما كنعرفش المحيط ديالهم، ما كنتش كنعرف مدينه بحال مدينه كازا، مدينه كبيره. مع الاشاره بانك انت من احدى القرى يعني بطلس الكبير الغربي واحد ايمتان. يعني ما كانش عندي شي تجربه وكنت صغيره، يعني ما كنعرف والو. وديك الساعه مشيت عند شي ناس ما فحالهمش، المهم كنت ديك الساعه خدامه عندهم. الو فوالا، كنت عندهم كنت واحد الدار كبيره يعني فيها طخوازيام ايطاج، وكنت يعني ما كاين حتى واحد يعاوني، اصلا كنت انا صغيره يعني كندير كل شيء، كنت انا اللي كنسيق كنجمع الدار يعني بوحدي، وكنت صغيره يعني الدار فيها 3 ديال لي زيطاج. وي وصراحه كانت هذيك المراه يعني كتغوت عليا، يعني كنت صراحه عايشه واحد الحاله نفسيه
يعني كنت ديما كتخاص معايا ما علاش ما ديريش هادي، وكنت ديك الساعه صغيره يعني ما كديش نغسل المواعن، يعني فكان لابابو كبير كدير لي كرسي باش نغسل المواعن باش نقدر نغسلهم. الوغ فوالا يعني كنت عشت واحد الطفوله صعيبه، ومن تما جات لجمعيه الانصاف كانت كتسول عليا، كانت الاساتذه ديالي كيقولوا لي علاش كيسولوا الدراري اللي كانوا كيقراو معايا علاش هذيك البنت اللي كانت علاش ما بقاش كتجي تقرا، فين اختفت فين غبرات. فوالا قالوا لي راه يعني بديتي المسار الدراسي قبل يعني في السن العاديه بحال قال الاطفال المغاربه، واضطريتي انك تخرجي تقطعي المسار الدراسي وتخدمي. وي داكشي اللي كاين. وصافي من تما صافي قالوا لي الاستاذه علاش ما كتجيش هاد البنت تقرا، قال لي علاش نطرا علاش نطرا. ابخا صافي من ديك الساعه جات واحد الجمعيه هي جمعيه الانصاف، مشاو سولوا عليا ومشاو سولوا على الدار، مشاو عند ماما قالوا لي علاش بنتك مشات خرجت، قالت لي شنو كاين شنو كان، راه الاب كان ديك الساعه مريض يعني على الفراش، وانا ما نقدرش نمشي نخدم حيت ديك الساعه كان خواتاتي صغار ما كاين اللي قابلهم، هكا علاش اضطريت انا واختي نمشيو نخدموا. ايوا من ديك الساعه صافي بدات ديك الجمعيه، مشات يعني جابتني قالت لي خصك تكملي قرايتك، وفوالا هي اللي كانت كتصرف عليا الى حد الان، كتصرف عليا انا واختي، دابا كنكملوا قرايتها كنكملوا قرايتنا والحمد لله، يعني مشيت في المسار الدراسي مزيان. غادي نرجعوا ليه، اللي كيهمنا هو هذه المرحله الان، يعني في هذا المحور ديال النقاش ربما ضيوف الكرام هذه القصه المختصره ديال فاطمه ايت موليد كتلخص واحد الجوانب كثيره. اولا الاشتغال يعني في سن مبكره، الهدر الانقطاع عن الدراسه، تغيير المدينه من يعني من 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 قريه يعني في نواحي الاطلس الكبير المدينه غول بحال الدار البيضاء، وواحد الظروف ديال الاستغلال يعني في اشغال اللي ربما فاطمه انذاك في سن الطفوله حتى جسديا ما كانش تقدر على بحال هذا النوع. السيده عظم. شكرا سي غول حسن. اولا اود اني نهني الاخت فاطمه على الشجاعه ديالها انها حضرت معنا وكتقدم هذه الشهاده، وايضا الحمد لله على المسار اللي قدرت تاخذه وتخرج من العمل انها تكمل الدراسه ديالها. وهنا ايضا كنبغي نشكر جمعيات المجتمع المدني اللي كتقوم بهذا الدور هذا، واللي الحمد لله حتى الدوله في اطار الشراكه مع المجتمع المدني كتعمل على هذه المساله ديال محاربه تشغيل الاطفال، ما يمكن نرجعوا من بعد لهاد مختلف السياسات والبرامج اللي كدير الدوله في هذا الاطار. دابا باش نرجعوا للقضيه ديال العمل المنزلي، العمل المنزلي عنده واحد الخصوصيه، اولا الارتباط بخصوصيه البيت، خصوصيه المكان اللي كي تنجز فيه العمل اللي هو البيت، والبيت له حرمه. ايضا حتى العلاقه الشغليه في كثير من الاحيان كيكتن فيها بعض الغموض، لانك تدخل العلاقه الشغليه مع العلاقه الانسانيه، في بعض الاحيان كتكون في علاقه مع افراد الاسره، ربما هنا شفنا واحد الحاله اللي هي شويه مؤلمه، لان ما كانتش مساعده كان يعطوها اعمال شاقه وهذا. ولكن ما نساوش بان حتى المجتمع المغربي ديالنا هو معروف بثقافته ديال التضامن والمساعده، كاين عائلات اخرى اللي كتقدم مساعده للعاملات والعمال المنزليين اللي كيشتغلوا عندها، ربما كتعاونهم حتى في المجال الدراسي ديالهم وهذا. يعني خصنا ناخذوا الحالات من الجانبين، لان كمجتمع مغربي عندنا ثقافه الانسان كيكبروا بحال ولادهم وكيزوجوهم وكيبقاو معاهم حتى كيولي لفرد من العائله، ما كتقدرش تعرف فعلا بان كاين علاقه شغليه. وربما هذه الخصوصيه في العلاقه الشغليه هي اللي خلات الحكومه والشركاء الاجتماعيين سنه 2003 ملي كانوا يتشاوروا حول مدونه الشغل اللي غادي تنظم عالم الشغل، صعب عليهم يحطوا هذه المقتضيات الخاصه بهذا المجال، فقاموا باحالتها الى قانون خاص عبر الماده 4 من مدونه الشغل. وفعلا في سنة 2006 يعني مباشرة بعد دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ، قامت وزارة الشغل آنذاك وبناء على نتائج ديال واحد اليوم دراسي اللي نظمته واللي كانوا فيه جميع الفاعلين، وزارة معنية ومجتمع مدني أيضا، بناء على النتائج ديال ذاك اليوم الدراسي تصايبت أول صيغة ديال مشروع القانون الخاص بالعاملات المنزليين. ربما غنكمل لنبينوا بأن كانت صعوبة باش نخرجوا واحد النص متوافق، كان مخاض طويل، كان مخاض طويل نقاش كبير اللي دام من 2006 حتى 2016، يعني 10 سنوات، وهذاك القانون ما بين الاخذ والرد ما بين الوزارات المعنيه الامانه العامه للحكومه والمؤسسه التشريعيه، لان كان هاد الفاعلين كلهم كيقلبوا على واحد التوازن
ما بين الحقوق والواجبات ديال العمال والعاملات المنزليين، وأيضا القدرة ديال الأسر المغربية وحرمة البيوت، لأن الهدف أن هاد الناس يكون عندهم عمل اللي ممكن يعطيهم واحد الدخل. غادي نناقشوا القانون السيد العادل، خليه من بعد نشوفوا، غير نشوف السي محمد الناحلي والسيدة أمينة خالد بعلاقة مع هذه الشهادة ديال فاطمة. أولا حنا في الجمعية عندنا كنستنكروا العمل ديال الأطفال. أطفال ما كان هم البيت والمدرسة، ما ممكنش نقولوا أن الطفل راه شي أسرة غتكلف به غديروا بحال ولده وبحال بنتها، أبدا. واخا تحن إلا كانت بحال ولدها ولا بنتها خص تكون في المدرسة، تكون كتقرا بحال ولدها ولا بحال بنتها، في حين أن كنشوفوا أن كاين طفلات كتهز المحفظة الشكارة الدري كبر منها وهي ما قداش تهزها باش توصلوا للمؤسسه. الحمد لله بعد العمل والنضال ديال الجمعيات الحقوقيه والجمعيات ديال المجتمع المدني، اللي على الاقل خرج عندنا واحد القانون، صدر قانون اللي كيمنع التشغيل ديال الاطفال. هنا ما خصناش نهائيا نتسامحوا في هذا المجال هذا، والقانون واضح والمادة 23 كتشير لها أن عقوبات اللي هي غرامات مالية، ويمكن توصل لعقوبات زجرية يعني السجن، خصك توضح للمشاهدين والمواطنين والمواطنات يعني ما يمكنناش نتساعد. وفيما يخص العمل بالنسبة للأشخاص اللي هما في حالة ديال ممكن أنهم يشتغلوا يعني في سن الرشد، خص تقنين ديال هذا العمل وخص الوضوح، ولو ان القانون تيشير للعلاقه ديال المشغل وهذا، ولكن راه باقي ما كاينش، راه كاين غموض كيفاش غادي نوصلوا نعرفوا هاد الناس كيف في الظروف فين غادي تشتغل من بعد ما البيت كيكون مسدود، ما عندناش كيفاش نتواصلوا معاهم، ما عندناش حتى سلطه على هذوك الناس، وما تنعرفوش كيفاش شنو كيوقع في وخصوصيه البيت في المجتمع المغربي، شكون اللي عنده الحق يدخل ليه، شكون اللي عنده. ان احنا غير في التجربه ديالنا في انصاف كيف راه منذ التاسيس وحنا مهتمين بهذا المجال هذا ديال العمل المنزلي والترافع على منع تشغيل الاطفال. علاش؟ لان احنا كجمعيه كنهتموا بالامهات العازبات. الامهات العازبات من بعد النساء، هاد النساء اللي كيتوافدوا علينا، لاحظنا ان اغلبيتهم واحد النسبه كبيره الا ما نقدر نقول حتى ل 90% كلهم كانوا كيشتغلوا خادمات في البيوت. بالتالي تتوقع في شيء اما تحرش، اما اغتصاب غير معلن عنه، اما علاقات مع حتى كاين تجعل لها الحمل والولاده. قلنا ان خصنا هاد باش نحدوا من هاد الظاهره خصنا نمشيو ليها للجدر ديالها. اشنا هو الجدر؟ هو التمدرس، هو هاد البنات كان خصهم يكونوا في المدرسه، كيخصهم يقراو، ما خصهمش يمشيو يخدموا في الديور. المسؤوليه ماشي مسؤوليه الطفل، مسؤوليه الوالدين ومسؤوليه الدوله تحمل المسؤوليه ديال المواطنين ديالها. درنا حملات كبار على ان خص الاجباريه التعليم وخص القانون يتطبق. خليها السيده خالد، لان هذا محور حتى هو ملي غنذكروا على الحلول، حل من الحلول. سي ناحيلي بعلاقه مع محكته فاطمه في الاشتغال في سن مبكره، المعاناه وهذا الشيء ربما كيعانوا هي، ما عرفتش العدد، ليست هناك ارقام رسميه، كتبقى تقديرات ديال عشرات ولا مئات، ما عرفتش الالاف ديال 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 الفتيات وديال الاطفال. الصوره والمعاناه اللي حكاتها الاخت فاطمه هي معاناه يعيشها الالاف ديال الخادمات وعلى آلاف ديال الأطفال اللي هما في البيوت. وحنا بالمناسبة لابد ما نأكدوا على موقفنا اللي كان مرافق المرافعة ديالنا إبان يعني المخاط التشريعي ديال القانون المتعلق بالعمال المنزليين اللي استنكرنا فيه عملية تشريعات تشغيل الأطفال، حيث أنه كان طموحنا وطموح كافة الديمقراطيين
ومؤسسات المعنية بالحكمة وحقوق الإنسان أنه يحضر عمل ديال تشغيل الأطفال ويوضع أنه العمل أقل من 18 سنة يكون ممنوع. للأسف أننا الآن أمام قانون يبيح هذه العملية من 16 سنة حتى 18 سنة اللي تبقى حتى 2023، أي منذ دخول القانون على امتداد 5 سنوات، أي 2023 عاد ممكن كمرحلة انتقالية. حنا أمام واحد الخطورة ديال 86 ألف طفل حسب إحصائيات عدد الجمعيات المدنية اللي تتشتغل في هذا المجال، أنه كاينين في وضعية ديال العمل داخل المنازل وداخل البيوت. هاد 86 ألف طفل 2% منها من مجموع الأطفال اللي هما تيتم تشغيلهم، وبالتالي أنه عمالة الأطفال ليست عكرا فقط العمل داخل المنازل، ولكن خصنا نشوفوها يعني بشموليتها، لأن نحن نتكلموا على فئة ديال 2%. هاد 2% 86 منهم في المية من حضرة من وسط قروي، و 14% من وسط حضري، بما يعني أن البادية هي المورد الأساسي لهذا السوق ديال تشغيل الخادمات. الموقع الأساسي للطفل هو داخل حجرات الدرس، داخل يعني الحصص النظامية المتعلقة بالتكوين المهني، وداخل الأسرة، لأن وضع الطفل في واحد المجال اللي هو غير آمن، تيعيق حقه في التربية، في التعليم، في النمو، في التغذية، في اللعب، إلى غير ذلك من هذه الأمور. كان بودنا مها مسار ديال جيل الإصلاحات الجديدة اللي تتعرف لها بلادنا والورش المفتوح في الإصلاح الحقوقي، كان بودنا أن يكون هذا القانون يستجيب المطالب الحركة الحقوقية وكافة الديمقراطيين. سي ناحية، قبل ما نذكروا في القانون الجديد المتعلق بالعمال والعاملات المنزليين، خلينا نشوفوا شنو هي العوامل اللي ربما اللي خلات هذه الظاهرة يعني بقى، واش كتستفحل واش بقى، المهم الأساس بقى. في الكلام ديال فاطمه كان الاشاره ديال واحد العامل نعتبره سوسيو اقتصادي متعلق بالفقر، يعني الفقر، وهذا واش ممكن نعتبره بان الفقر احد العوامل يعني اللي كتجعل الظاهره مستمره. سيد عبد الى بغينا نشوفوا شنو هو العوامل اللي كتدفع بعض الاسر انها تصيفط وليداتها كيشتغلوا بصفه عامه، سواء في المنازل ولا في مقاولات، لان كاين اطفال فعلا، واخا الحمد لله المغرب قطع واحد الشوط كبير في المجال ديال محاربه تشغيل الاطفال، وغادي نعطيو بعض الاحصائيات، ولكن كاين باقيين اطفال اللي كيشتغلوا حتى في المقاولات. اظن ان العوامل ربما نقولوا كاينين ثلاثه العوامل، كاين القضيه ديال العوز والفقر اكيد، كاين القضيه ديال عدم وعي الاسر، وكاينه المساله ديال الهدر المدرسي كما قلتوا. ونظن ان الحمد لله المغرب منذ سنوات وعى بهذه القضيه وخدا مجموعه ديال البرامج والاجراءات اللي من جهه كتحاول تنقص او تخفض من درجة الفقر. مثلا عندنا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والحمد لله اللي حققت نتائج مهمة. ايضا كان البرنامج المندمج لحماية الطفولة اللي كيتشارك فيه جميع القطاعات المعنية بالإضافة الى المجتمع المدني، واللي كتقوده وزارة التضامن والتنمية، بالإضافة لمجموعة من المبادرات اللي دايرهم مختلف الوزارات بما فيهم وزارة الشغل. وربما هذا اعطى الحمد لله نتيجة، بما أن الإحصائيات ديال المندوبية السامية للتخطيط كتقول بأن عدد الأطفال اللي كانوا في عالم الشغل في سنة 2000 كان يقدر ب 517,000، لينخفض إلى أقل من 60,000 سنة 2015. هذا بالنسبة للأطفال اللي كيقل العمر ديالهم على 15 سنة واللي كاينين في عالم الشغل. طبعا ديك الساعة الأطفال اللي كيشتغلوا في العمل المنزلي ما كانوش محسوبين في هذه الإحصائيات، لأن كان القانون باقي ما كاينش. ولكن هذا ما يمنعش، أنا شفت واحد التقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي داروا بمناسبة ديال المناقشة ديال هذا القانون سنة 2013، واللي كيقول بأن في غياب معطيات دقيقة يمكن الاهتداء بنتائج البحث السنوي حول التشغيل، التي تؤكد أن العمل المنزلي في المغرب يستقطب 92 ألف شخص، وأن نسبة تشغيل الأطفال دون 15 سنة كانت تمثل 6.5% سنة 2000 لتصبح أقل من 0.1% سنة 2012، وهي ظاهرة نادرة حسب ما ورد عن المندوبية السامية للتخطيط. أما بالنسبة لفئة
الأشخاص اللي كتراوح الأعمار ديالهم ما بين 15 و17 سنة، فقد كانت تمثل حوالي 17,000 عاملا منزليا لتنزل إلى 2000 عامل سنة 2012. ودائما حسب المجلس الاقتصادي والاجتماعي كيقول هذه المعطيات وإن كانت تحتاج إلى التدقيق فإنها تبين بجلاء أن حجم تشغيل الأطفال في العمل المنزلي وعدد مجموع العاملات والعمال المنزليين بصفة عامة لا يتناسبان مع التهويل الذي يصاحب التعاطي مع هذا الموضوع، وبالأحرى مع التشهير ببلادنا كبلد يستعبد الأطفال. يعني كاين واحد التقدم على حساب هذه المعطيات، ما كانش خصنا كاع نديروا هذا النقاش اليوم. لا، ليس لهذه الدرجة. أنا كنقول الحمد لله كاين تقدم، ولكن الظاهرة ما زالت قائمة وخصنا نبذلوا مجهودات. واش أنتم كتهولوا من الأرقام وكتنفخوا فيهم وكتقلبوا على أرقام تكون كبيرة وكتسيئوا الصورة للمغرب وكتقلبوا على الدعم وداك الشيء، ولا هذا الشيء اللي كتشتغلوا هو الواقع؟ غادي نسيئوا السمعة ديال البلاد. علاش؟ إلا كان ما عندناش دراسة لحد الساعة، باقي ما عارفين شحال الناس اللي كتشتغل في البيوت. حنا قلنا راه الديور مسدودين وما عرفناش شكون اللي فيهم. العجب هذا، كلشي كنقدروا نعرفوه إلا شحال الأطفال ولا شحال ديال الطفلات اللي كيشتغلوا. يعني في الأعوان ديال السلطة كيفاش ما عارفينهمش؟ راه العجب هذا. بالتالي أشنا هو السبب؟ باين، راه الفقر بالفعل سبب كبير، هو الفقر. لان الا شنا الحاله ديال، وماشي حاله ديال فاطمه بوحدها، من الالاف ديال الفاطمات اللي والديهم كيشتغلوا في سوق الشغل اللي ما فيهش حتى شي ضمانات. السيد مرض ما عنده فين يمشي يتعالج، ما عندوش باش يتعالج، وما عندوش لا ضمان اجتماعي لا والو اللي غادي يقدر يعيل الاسره ديالته. اش غادي يديروا؟ اش غادير ديك الام بالنسبه ليها؟ خصها اللي يعتق، لان عندها الدراري الصغار. والحاله ديال فاطمه راها معروف. كاين السيد خالد اللي كيقول فكره اخرى بعلاقه مع الفقر، كيقول لك رغم انه مثلا كاين اسر اللي كتشغل يعني ثلاثه ولا اربعه ديال بناتها، يعني كتصيفطهم بين قوسين لسوق الشغل المنزلي، هذا الشيء رغم السنوات ديالو كله ما خرجش هذه الاسر من الفقر. بالتالي لم يعالج مشكل الفقر. انا متفق معك، وما كنبررش الخروج ديال الطفل. ان تنقول ان الطفل ما مسؤولش على الوضعيه لا ديال الاسره ولا ديال الدوله. الطفل المكان ديالو هي المدرسه. الطفل ضحيه في هذا الشيء، ضحيه في هذا الشيء كامل. اللي كاين هو ان حتى اللي ما صيفطش ولده يخدم في السن ديال 7 سنين ولا اقل من هذا، راه كاين مناطق اللي ما فيهمش مؤسسات تعليميه، الكوليج ما كاينش. كيخص هذيك الاسره ترسل بنتها على 30 كيلومتر. انا كنت في منطقه ديال تنغير، كاينه واحد البلاصه عندهم ما كيقدروش يصيفطوا بناتهم من بعد الليسي. اش غدير هذيك البنت ولا الكوليج؟ غادي تبقى في الدار. الا بقات عنده في الدار، اش غدير ليه؟ اما يخدمها واما يزوجها. شوف شحال هادو جوج ديال المشاكل اللي كنعانيو منهم، زواج القصير والتشغيل ديال هاد الفتيات في مجال ديال العمل المنزلي. يعني مشكل. في تقديري الفقر هو معطى اساسي وهو سبب ديال الظاهره، ولكن في نفس الوقت غياب العفه والجشع ديال بعض الاباء اللي تيتاجروا في ابنائهم، وبالتالي انه كم من اسر فقيره كونات يعني اطر الان كاينه في مختلف مواقع ديال المسؤوليه، وبالتالي انه الاستثمار في التعليم والاستثمار في الطفولة هو استثمار في الحاضر والمستقبل. كذلك أن هناك شبكات ديال التجارة في البشر أنها تغرر في بعض الأسر أن ديك السماسرية والوسطاء أنهم تيمشيو يدقوا ولاو دابا في الانترنت. دابا ناشطين في الوقيتة اللي كان حاضرهم القانون، كانوا باقي ما صدرش القانون وكذا وما بو... الآن القانون عطاهم أنهم يتاجروا في الدراري الصغار، وبالتالي انهم تيعتبروها واحد البضاعه يعني سهله ديال الترويج وتيدقوا. كيف السي ناحيه القضيه ديال القانون عطاهم وضحها؟ القانون الان تيبيح انه التشغيل ديال الاطفال من 16 سنه، يعني اقل من 18 سنه حدود 16 سنه، وبالتالي ان في الاول ما كانش، يعني كان قانون ما كانش يبيح هذه العمليه، وكان يعني ان واحد الانكماش ديال هاد الناس ما تيشتغلوش بهذه الحيويه وبهذا الوضوح. الان ولات يعني عاديه انه تيجي باذن من عند
الاب موقع التشغيل وتيمشي تيهز البنيه من يديها ويديها للدار. وانا في الاستاذه تقدمت يعني بواحد يعني واحد العدد اللي هو انه فقط تيشكك يعني في وطنيه ديال الناس، هذه بلادنا. ولكن ممكن انا نسال الاخوه عاوتاني من موقع ديال المسؤوليه، هادو اللي قدرتهم ديال 2000 واحد تقدوا تقولوا لنا في الى دار كاينين؟ تقدوا تقولوا لنا واش كاين شي عقد ديال شغل داز على يديكم؟ انتم الان متواطئين، لا ما كنتوش عارفين هاد الناس هادو فين كاينين، وبالتالي انكم معرضين اطفال يعني بدون حمايه. تتكلموا على الخطه الوطنيه يعني لحمايه الاطفال المندمجه لحمايه الاطفال، اين هي الحمايه في وضع ديال هاد 2000 طفل؟ قولوا لنا فين كاينين، نكونوا يقظين نحن كمجتمع مدني، يكونوا مساعدين اجتماعيين تيدقوا لهم نديروا دورنا، لا كانوا عارفين مستعدين انا ننتشلوهم شحال هاد الفقر هذا شحال تيعطيو لهاد البنت، مستعدين حنايا اننا نديروا التكافل ونعطيو الاسر اللي سميت. ولكن النقطه اللي وضعناها اجباريه ديال التعليم غادي تكون اساسيه وهي المفتاح ديال التنميه. خلينا نحيد هذا في المدخل ديال الحلول. جو السيد عبد المنعم عندها شي تعقيب؟ تماما، انا بغيت اولا نعاود ناكد بان المعطيات اللي اعطيتها وردت في واحد التقرير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، يعني انا جي غابورتي. انتم كسلطه حكوميه معنيه بالتشغيل، شنو هي معطياتكم؟ انتم المعنيين، هذاك هي قلتي بان القانون كان لا يسمح بتشغيل الاطفال ودابا القانون ولا يسمح بتشغيل الاطفال. مدونه الشغل بالنسبه لجميع المجالات سن التشغيل هو 15 سنه، وبين 15 و18 سنه يتم تشغيل الاحداث بش شروط. نعم. بالنسبة للعمل المنزلي لم يكن هناك قانون، كان العمل المنزلي لحد الساعة لأن باقي ما دخلش القانون حيز التنفيذ وهو في قطاع غير مهيكل. هذا القانون من يدخل حيز التنفيذ عاد غد هاد الناس يخرجوا من القطاع الغير مهيكل ويدخلوا القطاع المهيكل. هذا غير باش نصحح بعض غادي يدخل حيز التنفيذ بالضبط في 2 أكتوبر إن شاء الله من سنة 2018. نرجع للمسألة الجمعيات ديال المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية وهي كطالب باش هاد الفئه هادي تنظم القانون الشغل، تنظم في قانون الشغل راه من التسعينيات. لا انا غير قانون الشغل غير في التعديل الاخير ديال 2003 راه لا النقابات ولا الجمعيات كانوا كيطالبوا باش اعيط الله يعافيكم اللي دخلوا هاد السيده اللي عاد وضحت في البدايه في اول كلمه ديالي قلت في 2003 لان مدونه الشغل دارت بواسطه توافقيه، يعني كانت الحكومه وكانوا الشركاء الاجتماعيين، ولكن في حينها ما قدروش يحطوا هذه الخصوصيه ديال هذا العمل وبالتالي تمت الاحاله على قانون لك شي واحد على انا اقول ما تم في حينها ما تم فراغ تشريعي كانوا ضحايا هو الاحاله بالماده 4 على قانون خاص وراه شرحت لكم قبيله المسار اللي خداه لان كان فيه الكثير من النقاش باش نحافظوا على ذاك التوازن في العلاقه الشغليه. بالنسبه للسن كان واحد النقاش كبير ما بين 15 18 وصل واحد الحل ديال 16 سنه. انا السؤال اللي بغيت نطرح، هل من الافضل انه نصوبوا قانون يسمح بتشغيل يعني في العمل المنزلي ابتداء من سن 16 على اساس انه يكون قابل للتطبيق، او انه نديرو ديال 18 ولا نديرو حتى اكثر ويكون يعني حبرا على ورق لن يطبق؟ نرجع للنقاش اللي كان دار فعلا كان نقاش كبير حول السن اللي غادي يتحط في هذا القانون. في اول صيغه كانت 15 سنه، من بعد رجع 16 سنه، ولكن انا تبعت هذا النقاش في المؤسسه التشريعيه في البرلمان، وكانت الاغلبيه كتقول خصنا واحد التنزيل تدريجي. احنا المجتمع ديالنا غادي نديروا قانون، خصنا نديروا واحد القانون اللي قابل للتطبيق واللي يمشي تدريجيا مع التطور ديال المجتمع. وهنا فاشت وبعد طبعا بعد المطالبه ديال مجموعه ديال الجمعيات بان في البرلمان تم التوافق على 18 سنه مع مرحله انتقاليه، يعني باش كيكون التنزيل تدريجي يسمح فيها بتشغيل الاطفال الاحداث او الاشخاص اللي كيتراوح العمر ديالهم ما بين 16 و18 سنه، ولكن باش نبقاو في توافق مع معايير العمل الدوليه. وقع بان باش نكونوا في توافق مع اولا اتفاقيه 138 ديال منظمه العمل الدوليه بشان الحد الادنى للاستخدام اللي كتحدد سن الاشتغال في 15 سنه،
مع منع مجموعة من الأعمال الخطيرة على الأشخاص اللي كتراوح العمر ديالهم ما بين 15 و18 سنة. في القانون مشى في هذا الاتجاه، إذا السن القانوني هو 18 سنة مع فترة انتقالية ديال 5 سنوات يشغل فيها الأشخاص ما بين 16 و18 سنة، ولكن هذه الفئة العمرية في هذه الفترة ديال 5 سنوات يمنع تشغيل هذه الأشخاص في مجموعة من الأشغال التي تعد خطيرة، وذلك انسجاما مع الاتفاقية الدولية. خاصة نص تطبيقي اللي وصل، راه كاين النص التطبيقي، النص التطبيقي تم نشره، كاين وصدرات تماما. كنظن لا سمحتي لي أنه تحديد ديال الاشغال اللي ممكن يشتغلها الطفل داخل المنزل، واحد مجموعه ديال الامور، انه ما يديرش يدو في جافيل وفي كذا والمواد الكيماويه، ما يصلحش الحوايج، ما يطلع السطح، ما كذا الى غير ذلك. تظن واش كاين شي خادمه ما تديرش هذا الشيء في الدار؟ السيده دارت داك الشيء في 9 سنين وكتطلع الكرسي الى غير ذلك. بالتالي ولكن ما خصهاش دير، لان المشرح حاول يضيق ما امكن على الناس اللي ممكن يشغلوا الاحداث. القوانين تبقى جامده، لان بلادنا ما تيخصناش فقط قوانين، طبعا راه تيخصنا اراده حقيقيه. الان التشريع اللي دارت الحكومه في اتجاه ديال انه رفعت السن بضغط ديال المجتمع الحقوقي والمدني باش طلعت 16 سنه في حق الحكومه والبرلمان، لان في اخر المطاف المؤسسه التشريعيه اللي هي البرلمان، ولكن الحكومه راه مسنوده باغلبيه، مسنوده باغلبيه. اذا منين جا هذا القانون هذا؟ مقاربتهم باش يقضيوا على التشغيل ديال الاطفال في مدى 5 سنوات، واش هي نظره ضيقه تتهم العمل داخل المنازل، ولا نظره شموليه تتهم تشغيل وعماله الاطفال؟ بالتالي كنتكلموا انا بغيت غير نذكر ان راه فقط ان هذا الشيء تحت ضغوط، راه ماشي زعما اراده ديال تصحيح واحد الوضع. ولو ما كانش ضغط ديال المجتمع المدني ما كانش يخرج حتى القانون ديال 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 العمال المنزليون، اللي حنا تناكدوا انه هو مكسب، تيعزز الحمايه الاجتماعيه لواحد الفئه، واحد الشريحه مهمه، وهو كذلك تنزيل ديال اتفاقيه دوليه ديال العمال المنزليون والعمل اللائق. بالتالي انه اللي تيخصنا هي اراده حقيقيه من اجل هذه المراقبه ديال هذا التشريع، وفي نفس الوقت انه ما تكونش قوانين اللي هي جافه، حيث ان واحد مجموعه ديال الاشياء غير منصوص عليها في القانون وفي بنود ديالو، اللي ربما هي فقط تتبقى يعني شكليه وجامده. هذا القانون هذا واش هو جزء من تشريع ديال الشغل او لا؟ ذكرات الاستاذه وحنا تنعرفوا جميع انه هو يعني انطلاق من الماده 4 من مدونه الشغل، ومدونه الشغل تتكلم على الطرد التعسفي، تتكلم على مجموعه ديال الامور. واش كاينه عند في هذا يعني في القانون ديال العمال المنزليون، واش كاين شي حاجه سميتها الطرد التعسفي؟ واش كاين مجموعه ديال الاشياء اللي منصوص عليها في مدونه؟ فبالتالي ان هذا واحد الجانب بغينا نديروا له تشريع شكلي. هذا التشريع بدون جهاز الرقابه والتفتيش راه تيبقى جامد، وابعد من هذا الشيء ان العلاقه الشغليه ما بين العامل والمشغل ما ضبطناها حتى في المقاوله، وكاينه تعسفات كذا عاد نديروها في داخل البيوت اللي هي مغلقه. انا غير بالنسبه للعمل المنزلي، واش ما كيتعتبرش عمل اللي هو شاق بالنسبه لهذا السن ديال 16 ل 18 سنه؟ انا كنظن كله ما خطير، لان باش طلع تمسح الشرجم ممكن تطيح، باش كاين الحوايج اللي ما ممكنش الطفل يقدر يتكلف بهم. هذه من جهه اخرى، كيفاش غادي نراقبوا هاد الناس؟ اشنو كيجرى في البيت؟ كيفاش غادي شنو هما الاليات اللي غادي توضعهم الدوله باش نراقبوا حتى بالنسبه للناس اللي في الحاله ديال ما بقاوش في حاله الرشد ممكن يشتغلوا؟ لحد الساعة ما باينينش. ربما آليات تفعيل المراقبة ما كاين. خلونا نسولوا فاطمة إيت موليد، ربما من خلال تجربتكم، تجربة مجموعة الخادمات اللي كتعرفي، هذا الشيء دابا اللي كنسمعوه وكناقشوه ديال القانون ديال عقد التشغيل الطرد التعسفي، ربما كيبان لكم غير من الخيال آنذاك، ما كاينش هذا الشيء كاع في الصورة آنذاك في ذاك الوقت. وي فعلا كاينة، وأنا متفقة مع الأستاذة اللي قالت القانون خصو، القانون ديال التشغيل خصو يكون ما بين 18، وي فعلا حيت 15 الطفل كيكون مازال باقي ما واعيش، باقي ما ناضش. الوغ فوالا ناخذوا غير واحد سبيل المثال، ناخذوا غير كارت ناسيونال. امتى كيدير هذا الطفل؟ تتكون عنده 18 سنه، باش حيت الطفل ديك الساعه كيكون ناضج وواعي.
هكا لا هكا حتى الطفل او الطفله اللي كتشتغل في البيت يعني ما كتكونش قادره، واخا تكون عندها 12 ولا 15 ما كتكونش قادره انها دير الاشغال المنزليه حيت كيكون صعيب عليها. الوغ فوالا تهز الداري ولا تمسح كما قالت الاستاذه تمسح الجاج، راه صعيب ان تطلع الا كان تخطو الا كان بعيد تطلع فوق السلم باش تمسحو، فوالا راه صعيب. يعني انا كن يعني من هنا كنقول لهم ان القانون ديال التشغيل خصو يكون ما بين 18 يعني من 18 سنة. يعني كيكون الطفل يعني مستعد لا جسديا لا بدين فيه وصاو فريمون ما كاينش هذا كما كتقولوا، يعني كيقولوا غير انه الطفل خصو ما بين 15 و16، انا ما متفقاش معهم صراحه. بغيت نسولك قضيه اخرى في المنطقه ديال امين تانوت وشيشاوا وغيرها يعني من المناطق اللي قريبه لكم، واش من خلال المعلومات اللي عندك الاخبار اللي عندك واش بقى انه الاسر مازال كتصيفط بناتها ولادها بناتها خصوصا يعني الاشتغال في البيوت، او لا بدا الواعي ولا بقى الظاهره مازال بقى صعيبه؟ وي فعلا مازالين الناس اللي باقي كيصيفطهم لبناتهم سيختو دوك اللي كيكونوا في جبوله مازال كيصيفطوا بناتهم يشتغلوا. الوغ فوالا الاب ولا الام اون فوا كيجي شي واحد كيقول لا بغيت بنتك هكا هكا غنديرها بحال بنتي صافي، هما كيطيقوا فيهم فوالا كيصيفطوا للدريه باش تخدم، ولكن هما ما كيعرفوش اون فوا تمشي هذيك البنت لهذيك الدار صافي كتسد عليها، يعني كتولي يعني كتعرض لبزاف ديال الاضطرابات نفسيا ولا جسديا، يعني ما بقاش اصلا حتى الا جاو عندهم كيقول يعني فوا كيعطوها فلوس ديال الشهر صافي، يعني الاب يعني ما كيكونش مسموح ليه الفلوس كديهم الاب ما كتسالش منهم البنت. يعني اولا ما كيكونش مسموح ليه يشوف البنت يعني كي دايره ويسول عليها هكا كيقول لهم لا راه كدير شي شغل ولا يوم فوق كيجي الاب كيدوق صافي كتقول لي السلام هكا كتخلصوا صافي كيمشي. يعني ما بقاش واحد القضيه اخرى كنشر لها كنظن السي ناحيلي، واش في اخبارك في بعض الاسر مثلا اللي عندهم نقدر نقولوا الحد الادنى باش يعيشوا بكرامه يعني ماشي الفقر المدقع ومازال كيصيفطوا بناتهم، يعني بحال واحد النوع ديال ماشي التجاره ولكن واحد النوع ديال الاصل التجاري بالنسبه لهم، افترضوا عندهم الحد الادنى يعني باش يعيشوا ما كاينش مشاكل كثيره. وي فعلا عندك الحق، يعني الا كان الاب يعني كيستطع يعيش عائله يعني ما كاينش علاش يصيفط بنته ولا يصيفط بنته تخدم، يعني غير شويه اصلا غير يضرب يعني يضرب مع تيجيب لهم ما ياكلوا، من احسن والله يصيفط بنته يعني تخدم، يعني الناس ما كيعرف عليهم والو يعني قدر يعني المهم تعاني بزاف ديال من الحوايج فهمتي. انا كنفضل الاب ولا الام يعني لي بارون اون جينيرال يعني يحاولوا ما امكن يخدموا على ولادهم، الوغ فوا غير تيقريوهم كما قالت الاستاذه ان التعليم هو اجباري، يعني ان فوا كيكمل هذاك الطفل كيكمل هذاك الطفل قرايته يعني كيستطيع يخدم في اي حاجه بغاها ويخدم حتى خدمه شريفه، حيت كنشوفوا يعني كيكون بزاف ديال التناقضات كيشوفوها كيقولوا فوالا هاد البنت مشات يعني خدامه في الديور، يعني حتى الصوره ديال هذاك ديك الطفله يعني كتولي مشوها شي شويه كيقول سلبيه يعني يعني كيولي واحد التمييز عنصري اين فوا كيقولوا حيت اصلا انا يعني تعانيت من عانيتي منه انت واحد الوقيته الوصمه انك كنتي غير خدامه كنتي غير وي فوالا، يعني ملي كنت كنقرا اولا في الابتدائي يعني كنجي بحال هكا كنسلم على البنات هكا كيقول كنتي اصلا خدامه، يعني كيعاملوك يعني اش غنقول لك يعني واحد النظره شويه تحقيريه ناقصه فوالا، يعني حتى الشيء كيخلي البنت يعني تكون عندها مشاكل نفسيه، يعني كتكون عندك واحد السمعه في المجتمع خايبه، كاين واحد النوع ديال النقص فوالا. سيده عظمي تفضل كملها فاطمه. قلت لها فوالا هكا علاش لي بارون يخليو ولادهم يقراو يعني يكونوا شي حاجه من المستقبل، اولا يكونوا واعيين ومثقفين فهمتي. نعم سيده عظمي وغادي نسمعك في نفس السياق. نعم. انا باش نعطي غير بعض الحالات راه كاين اللي كيصيفطوهم ما كيعرفوهمش حتى فين مشاو، تيعطيوهم لشي حد السمسار تيجيبهم للمدينه، العلاقه اللي كاينه ما بين الوالد الاب ولا الام مع السمسار مع العائله المشغله. حنا لقينا حالات ديال طفلات ديال 7 سنين 8 سنين خدمات معاهم الجماعه حتى مضرين، لان هربوا من خرجوا من ديك الدار يمكن اما يمشيو يتسخروا او لا مشاو يهربوا لان باغيين يرجعوا عند مامواتهم ما كتعرفش ترجع ما عارفاش فين. في 2003 ولا في 2002 درنا حملات كنمشيو للمركز ديال عبد السلام بناني
كنمشيو كنلقاو البنات 8 سنين 7 سنين ما عارفينش عائلاتهم فين كاينين. درنا جوالات في المغرب، ما خلينا ايمين تانوت، ما خلينا تازا، ما خلينا باش نمشيو نقلبوا على العائلات على الاسر باش نردوا لهم بناتهم. عذرا، كاين واحد السؤال يطرح، شكون هاد النوع ديال يعني الاب ولا الام اللي كتوصل به يعني مهما تكون ظروف الفقر اللي كتوصل به درجه هذا الشيء اللي قلتي انه بنته هذا ولا ولده يعني صفته المجهول؟ يعني كاين واحد التساؤل ربما نطرحه على اي اب واي ام، يعني ربما صعيب التوصيف ديال 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 هذا التعامل. ربما انا بغيت غير نرجع لبعض الامور اللي تم التناول ديالها. هي هذه المساله ديال شنو هي هذه الحقوق، راه ما كاينش نفس الحقوق اللي كاين في مدونه الشغل. بغيت نقول الحمد لله خصنا دابا نقولوا راه عندنا قانون اللي غادي ندوزوا من الفراغ التام لمجموعه الحقوق اللي جاب هذا القانون، واللي لاول مره غادي يستافدوا منها العاملات والعمال المنزليين. اول مره غتكون العلاقه بين، لان كاين عقد شغل، فهذه العلاقه الشغليه بالضبط ممنوع ان يكون العقد شفهي، خص يكون العقد مكتوب، والعقد مكتوب حسب النموذج اللي خرج في المرسوم واللي فيه مجموعه المعطيات. على الاقل في البدايه فاش غادي يتوقع العقد، العامل والمشغل غادي يعرف مجموعه بعض الامور ما له وما عليه. هذه هي المساله الاولى. الله يخليك غنكمل لان عندي مجموعه ديال التعقيبات ومن بعد يمكن لك تعقب. المساله الثانيه ايضا اللي جا بها هذا القانون هي منع السمسره اللي هدرتوا عليها، لانه هو كيمنع التوسط ديال الاشخاص الذاتيين بمقابل. يعني الوساطه دابا في هذا المجال ديال العمل المنزلي خصها تكون بواسطه وكاله التشغيل الخصوصيه المرخص لها من طرف وزاره الشغل والادماج المهني، والا كاين واحد العقوبه ما بين 35,000 حتى 40,000 على هذا العمل. هذا القانون ايضا جاء بمجموعه ديال الامور اللي غادي يستفد منهم العامل المنزلي. اولا غادي يولي عنده الحق في العطله الاسبوعيه بحال باقي الاجراء، الحق في العطله السنويه، الحق في العطلة أيام الأعياد الدينية والوطنية، الحق في التغيبات لمناسبات عائلية كالزواج والختان وغيرها. أيضا جاء وحط واحد الحد الأدنى للأجر، يعني ما بقاش أي واحد، على الأقل كاين واحد الحد الأدنى للأجر. أيضا جاء بالمسألة ديال التعويض عن الفصل، كاينة فعلا ما مشيناش حتى واش تعسوا فيه ولا حاجه اخرى، ولكن على الاقل دابا الى العامل المنزلي اللي خدم واحد المده سنه وصرحوا للمشغل عنده الحق في التعويض عن الفصل. واهم من هذا الشيء كله الحاجه اللي جا بها هي الحق في الضمان الاجتماعي والتغطيه الصحيه على غرار باقي الاجراء. وانا كيبان لي هذه اهم حاجه جا بها هذا القانون. ايضا قبيله تكلمتوا على المساله المراقبه، ونظن هنا ولا بد ان نديروا شويه ديال التوضيح شنو هي الاليه اللي جا بها هذا القانون. يعني بشكل مبسط الاسره يعني تشغل يعني عاملا او عامله منزليه، شكون كيفاش عمليا غادي نراقبوه؟ واش كاين هذه القضيه البنود اللي تكلمتي عليها؟ واش كيزاول الاعمال الخطيره اللي كان السيناريو بين 16 و18 سنه؟ الاليات باش نراقبوا هذه الاسره فعلا. اذا كما شرحت في الاول هذا العمل عنده خصوصيه لان كيدار في البيت والبيت لها حرمه، وبالتالي فعلا التنزيل والمراقبه عندها صعوبات، ولكن هذه الصعوبات ماشي خاصه بالقانون المغربي، راه على الصعيد الدولي كاين صعوبه. فإلى خدينا غير الاتفاقيه 189 ديال منظمه العمل الدوليه كتقول بان كل دوله عضو خصها تحط واحد النظام ديال المراقبه الذي يتناسب مع خصوصيه العمل المنزلي. وفي واحد الدراسه اللي دارتها منظمه العمل الدوليه سنه 2006 الخبراء قالوا بان التفتيش، زيارات التفتيش بالنسبة للعمل المنزلي خصها تكون إما بإذن رب البيت أو بإذن من السلطة القضائية المختصة. وإلا حاولنا نشوفوا بعض الدول اللي دارته هي قليلة اللي قنت العمل المنزلي كنلقاو عندنا اتجاهين. كاين بعض الدول اللي مشات في اطار هذا الشيء ديال المراقبه، يعني يدخل مفتش الشغل للبيت ويراقب، ولكن على بعد الدول كاين مثلا ناميبيا اللي تقدمت في هذا الشيء. ناميبيا شدت الاستقلال ديالها في 91، قد تقدم في هذا الشيء. لا نعطي بعض الامثله بالنسبه للتفتيش. بالنسبه للمراقبه كاين اتجاهين، كاين بعض الدول اللي مشات في الاتجاه ان المفتش يمشي يراقب البيت ولكن من بعد ما كياخذ الاذن ديال رب البيت. هذه مشات فيها مثلا ايرلندا والاوروغواي. كاين دول اخرى اللي مشات في اطار المراقبه انطلاقا من الوثائق
وانطلاقا من لونتروتيان يعني دعوه الاطراف والاستماع اليهم. هذه مشات فيها جنوب افريقيا والفلبين. بالنسبه للقانون المغربي شنو جا وكيفاش يمكننا غادي نراقبه؟ هنا كاين مدخلين. كاين اولا ضروره ايداع عقد الشغل لدى مفتش الشغل. هو مفتش الشغل ملي كيجيه العقد بحضور الطرفين، اولا غادي يلعب واحد الدور ديال التحسيس ديال العامل، كيقول له ها شنو اللي مكتوب عندك في العقد، لان مجموعه ديال العاملات والعمال المنزليين اميين، ربما ما كيعرفش كيسني حتى على واحد العقد ما عارفش شنو فيه، وغادي يشوف هذوك المقتضيات اللي كان في العقد واش متلائمين مع القانون ولا فيهم مخالفه. اذا لقى بان كاين مخالفه في العقد غادي يدعي الطرفين انهم يغيروا هذاك الشيء ويعاودوا عقد اخر. الا ما بغاوش يغيروا غادي يحرر محضر بالمخالفه ويصيفطوا للنيابه العامه بحال المحاضر اللي كيديرها دابا بالنسبه للمقاولات. المدخل الثاني هو ان من حق الطرفين تقديم شكايه اذا كان مشكل. ملي كتقدم الشكايه كيعيط للطرفين، كيستدعي الطرفين، كيحاول في البدايه أنه يدير محاولة تصالح، يعني مع طبعا تطبيق القانون، لأن كانت مخالفة في القانون خصهم يقدوا هذيك الساعة. إلى هما تراضوا بيناتهم وقدوا الأمور على حسب ما هو في القانون كيكون محضر التصالح وكيمشوا يكملوا. إذا لم يتم التصالح وثبتوا بأن هناك مخالفة يطلب جميع الوثائق الضرورية لإثباتها، ويمكن له يستدعي الأطراف باش ياخذ الأقوال ديالهم ويحرر محضر بالمخالفة، كيرسلوا للنيابة العامة المختصة، والنيابة العامة المختصة عندها إلى شافت بأن المخالفة اللي كاينة في المحضر تستدعي أنها تصيفط أفراد الشرطة القضائية باش لأن عندهم الحق يدخلوا البيوت ويشوفوا المخالفة يعني يعينوها، تما راه من حقها. نعم سي ناحيلي، هاد الأمور هذه كتبان يعني تقدم يعني بالمقارنة مع الفراغ اللي كان. طيب انا بالنسبه لي والاستاذه يعني تتقدم لنا يعني قراءه في القانون كنصوص، ولكن واش هو واقع واش هو ممارسه؟ يعني فقط هو نص جامد. علاش؟ لانه عندنا تجربه على مستوى قانون ديال الشغل في مدونه ديال الشغل، ان عدد ديال المحاضر اللي تتحرر 270 محضر ديال المخالفه. شو شحال مقاولة كاينة وكذا إلى غير ذلك، وأنا البيبان مفتوحة إلى غير ذلك، شو شحال سميتو لي بي في اللي مشاو يعني القضاء. تيبقى يعني جزء آخر اللي تتحدث عليه الأستاذة في جانب ديال أنه تدار ثلاث نسخ ديال العقود، وهذا كاين يتفاد القانون فعلا، وحنا يعني دافعنا على هذه الأمور هذه. ولكن الآن هل تمتلك السلطة الحكومية المكلفة بتشغيل من خلال مفتشيتها شحال من عدد ديال المحضر الدار ديال العمل المنزلي؟ شحال العدد ديال المحضر تنسألكم؟ شحال العدد ديال لان باقي ما دخلش حيز التنفيذ، القانون باقي ما دخلش حيز التنفيذ، دونك ما يمكنناش نتكلموا على النتائج ديالو حتى يدخل. طيب شحال ديال الناس مستهدفين في هذه العملية؟ شحال ديال الناس مستهدفين على حسب تقديراتكم انتم؟ قبيله استشهدتوا بالعمل ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقلتوا هادو ارقام عطاوهم، ولكن شنو هما الارقام عندكم انتم اللي معنيين؟ هذيك هيئه دارت يعني في اطار الاستشاره كهيئات استشاريه، ولكن اللي تدير اللي تيدير السياسه القطاعيه هي وزاره التشغيل، خصها تكون عندها معطيات رقميه مضبوطه وواضحه، والا ما معنى دعم جمعيات مجال ديال المحاربه ديال تشغيل الاطفال وانا ما عارف شحال تنحارب ديال هذا العدد، وشنو يعني المؤشرات ديالي بان راه البرنامج ديالي يعني راني متقدم فيه او غير ذلك. العموم انه القانون ها هو باقي ما دخلش، ولكن بالنسبه لنا واش العاملات المنزليات او العمال المنزليون والمشغلون الان على بينه بهذه الاشياء اللي كاينه، واش فاهمين بان راه كاين حد الادنى ديال الاجر في العمل المنزلي هو 60% من السميك
اللي تتعطينا على الاقل انه يكون عندهم 1500 درهم. واش عارفين واش دارت وزاره التشغيل شي برامج تحسيسيه وتوعيه باش توعويه باش تعرف الناس واش وصلت عند عباد الله الى غير ذلك. فجميل ان يكون عندنا تشريع متقدم، ولكن خصنا يعني تكون عندنا اراده حقيقيه من اجل الالزام والتفعيل. سيده خالد، ربما عندك شي تعقيب على شي فكره؟ بالنسبه احنا بارعين في زعما في انتاج ديال القوانين، ولكن الاجراءات ديالهم وهذا احنا عندنا قوانين اخرى اللي ما كان. بالنسبه لهاد العمال هادو بالنسبه ليهم اللي مشاو داروا العقد، عقد الشغل هو اللي غتشوف المفتشيه ديال الشغل، ولكن اللي ما عارفينهمش واش مفتشيه الشغل ما عندها كيفاش تعرف شحال المنازل اللي مخدمه ولا شحال ديال الاسر اللي مخدمه هاد العمال. ما خص تسنى ولا ما مشاوش داروا العقد كيفاش غادي تعرف؟ كيفاش غنعرفوها؟ كيفاش غنحميو هذوك الناس الاخرين؟ هنا فين كاين الاشكال؟ ايه جميل زوين القانون اللي كاين زعما بهاد القراءه هذه نقولوا راه متقدم وغادي يقنن ولا هذا بالعلل ديالو، ولكن كيفاش غنوصلوا ان هذوك الناس الاخرين اللي كيشتغلوا نعرفوهم كيشتغلوا في ظروف اللي هي سبيتو عندهم ما كاينش؟ خص اليات. بالنسبه كنعرفوا حنايا الامكانيات ديال الجهاز كامل ما عندهمش زعما الاطر زعما الوفره الكافيه اللي غادي تغطي المدن كاملين. الدار البيضاء عارفين شحال فيها ديال مفتشين الشغل، ما قدروش يدوروا حتى على الشركات ولا المصانع اللي كاينين ونعرفوا اشنو كاين. كتسنوا حتى كيوقع مشكل ما بين نزاع ما بين المشغل وهذا عاد كيمشيو لعند كاين خصوصيه ثقافيه اخرى ان المنزل ما يمكن تدخل ليه حتى الا قبل يعني رب المنزل الا امراه، يعني ما يدخلش مفتش الشغل تدخل مفتشة الشغل الحميميه المنزل. ولكن راه ممكن الا بغينا راه ممكن نعرفوا، لان كنعرفوا كل شيء اللي بغينا نعرفوه في هذه البلاد كيتعرف. طيب غندوزو الان للمحور الاخير ديال الحلول اللي غنقترحوا. كاين هذا الجانب القانوني اللي اشرتوا ليه ولكن اكيد انه ما كافيش. وقبل منه نتابعوا واحد الروبورتاج من انجاز احمد مكاوي، انتقله طاقم البرنامج الى احدى البلدات يعني قرب ايمين تانوت، وتما كان واحد العمل تحسيسي اللي كيقوم به النسيج الفاعل المدني هناك لتحسيس الاسر ومحاوله معالجه الظاهره من الاصل ديالها، وهذا جزء من الحلول اللي غادي نناقشوها في المحور الاخير. نتابعوا الروبورتاج. نحن بمنطقة إيمين تانوت هذا الصباح تنتظر آمال محسن مهمة خاصة رفقة مساعدها تضع اللمسات الأخيرة قبل الانطلاق. بالنسبة للديبليون ها هما هي كل شيء مقاد. بالنسبة للسيد اللي صافي سونوريزاسيون مزيان كل شيء مقاد كل شيء موجود صافي نتوكل على الله. اتخاذ إقليم شيشاوا للعمل من طرف جمعية إنصاف لم يأتي من فراغ. واحد الفترة كانت شيشاوا يعني نقطة سوداء بحكم أنها يعني عدد كبير من البنات تم استغلالهم في مجال بالخدمة بالبيوت، وكانوا أغلبهم تيحضروا بهذه المنطقة بحكم أن تعرفوا كاينة ظروف اجتماعية الفقر الهشاشة يعني بزاف تاع العوامل اللي ساهمت في أن يعني هاد البنات يخرجوا من ديورهم. بعد ساعة ونصف من الطريق وسط منعرجات صعبة تصل أمال إلى وجهتها دوار زاوية تمروت المتواجد في أعماق جبال الأطلس. هنا تجد أمال في انتظارها فتيات انقطعن عن الدراسة من المستوى السادس ابتدائي لانعدام إعدادية بدوار ومجموعة من الآباء والأمهات. أمال جاءت لتحسسهم بمخاطر تشغيل الفتيات القاصرات خادمات في البيوت. فاش تنهضروا على المدرسه تنعتبروها حق الجميع وشي حاجه تتكون الشخصيه ديالنا وتتفاهم في انها تحس المستقبل ديالنا، ولكن الى خرجنا من المدرسه تنوليو عرضه لاي استغلال. ومن بين الاستغلال يعني البشع اللي يعني ممكن يعرفوا اي طفل ولا طفله هو الاستغلال في العمل المنزلي ولا في اي خدمه كما كان. عملية التحسيس تنطلق بتقديم مستجدات قانون خدمي البيوت. إذن عندنا
جوج قوانين خرجوا في نفس السنة. واحد كيمنع بشكل قاطع تشغيل القاصرين لأنها تعتبر شكل من أشكال التجارة البشر، والآخر كيسمح بتشغيلهم كمرحلة انتقالية ديال 5 سنوات. هادشي اللي حنا كنطالبوا به، أنه يكون عنده قوانين منسجمة مع بعضها، والمرحلة الانتقالية خاصها تحيد باش يكون هاد الانسجام ونراعيو الأطفال الحق في الحياة الكريمة وطفولتهم وتا مدرس. ونبغي يعني نعرف الآراء ديالكم كاملين، ونبغي يعني كلكم تشاركوا معنا في هاد الصبيحة. المهم ترانسبور أجزاف يخصها ما يتاشين دراسي متعب شخص متعب لفلاحة ودانا خلي تدرس نلغي الحلاية قمتن والو الفلاحة أين ذو يجيز تحرق نص صبران أي فوق وداسي لما ما يشتغل الملوك تعب أجزاف أنت صبر بيت المخزن أكيد أشبع والدرين دي عام المواصلة واللينت إيه؟ شرار الشهر ودرسنا ريال ولا ثلاثكش أجل بالعوائل الجمال. وكانت منا أي الأباء ما يخرجوش ما يخلوش ولادهم يخدموا الأباء حيت الأبناء كيتعرضوا للضرب وكيتعرضوا للقساوة، ما خصهمش يخلوا الأبناء ديالهم يخدموا، ما خصهمش يخلوا الأباء ديال الأبناء ديالهم يمشيو يخدموا على ولاد الناس. حيت راه حنا الناس هاد البنات ما عندهمش الأحلام، حتى البنات عندهم أحلام ماشي غير البنات اللي عندهم الأحلام، بالعكس حتى حنا عندنا الأحلام باش نحلموا ونكونوا أساتذة ونكونوا أطباء ونكون أي حاجة. ولكن الناس خصهم يعرفوا بلي البنات هما عندهم إرادة باش يقراو عندهم الأحلام. وشكرا. ولتحقيق الحلم تحمل آمال معها مشروعا لإنقاذ فتيات الدوار من الانقطاع عن الدراسة. بالنسبة لنا فرصة ثانية، مشروع حياة، واقترحنا عليكم هذا الاقتراح. ما جاش هكذاك يعني صدفة، ولكن جاء بحكم أننا درسنا الواقع ديال المنطقة. عرفنا بأن الفلاحة هي يعني النشاط اللي انتم هي كاين عندكم في المنطقة، ولكن هاد التجربة ديال المشروع ديال الفلاحة مع المركز الفلاحي الهدف ديالها هو أنكم أولا تستردوا من التكوين المجاني وما غادي تخلصوا فيه حتى حاجة. مركز كاين في شيشاوة موفرة فيه جميع الوسائل. بعد 10 سنوات من العمل بدوائر مختلفة، أمال بدأت تجني ثمار عملية التحسيس. في هذا الدوار مثلا لا توجد فتاة قاصر تشتغل بالبيوت. اللي تنرجعوا عند الآباء وتنسولهم تنقول لهم واش باقي ممكن أنك تفكر، مجرد تفكير أنك ترسل بنتك للخدمة يقول لك أبدا. وهذا هو الأساسي، لأننا الهدف ديالنا هو أن الآباء يوعوا بالخطورة ديال التشغيل تاع الفتيات في البيوت. ولأمل حلم تتقاسمه مع فتيات الدوار. كما درتي قبيله الأحلام، راه حلم دابا عندي أنايا هو أنني نشوفكم في المركز الفلاحي إن شاء الله. وغادي نكون سعيدة لقيت هذيك لاليست عامرة بالبنات. ومن لا يسعده أن تنطلق فتيات في عمر الظهور لتحقيق أحلامهن. ربما هذه التجربة الجمعوية يعني في المنطقة أعطت يعني نتائج، ربما العمل التعميم ديالها ولا ربما الاشتغال الشيء أكثر في الجانب التوعية والتحسيس للأسر ربما قد يعطي نتائج. نطلب منك بداية فاطمة يتمولي إذا عندك شي رسالة توجهها للأسر اللي كيفكروا يعني يصيفطوا بناتهم خادمات، وهذا شنو الرسالة اللي توصلهم تلقى من التجربة ديالك اللي عشتي؟ لأن ماشي الفاعل الحكومي والفاعل المدني والصحفي هادو كيتكلموا ربما على حوايج اللي مهما كانت الدراية ديالهم بها ماشي بحال واحد اللي عاش يعني التجربة من الداخل. وي فعلا أنا النداء ديالي اللي كنوجه لأي أسرة أنهم أن الأهل خصهم يخدموا على ولادهم، يعني ما بقاوش يخلوا ولادهم يمشيوا يخدموا عليهم مهما كانت الأسباب مهما كانت الظروف، هما اللي خصهم يخدموا على ولادهم، يعني أنهم يخليهم يقراوا. يعني حيت إلا جيتي الأطفال راه عندهم بزاف ديال الأحلام بغاو يحققهم. يعني بحالي أنا كنتمنى إن شاء الله نكون صحفية، يعني إن شاء الله آمين إن شاء الله يا ربي. وصراحة أنا دابا في الطريق إليها، وإن شاء الله تنتمنى أول نعيش بيت نكون صحفية، حيت بغيت يعني نبقى حتى أنا يعني نكون مساهمة يعني في محاربة تشغيل هاد الظاهرة، حيت انتشرت كبير. يعني كنشوفوا كل سنة كنشوفوا الطفلة كتعاني، يعني كتعاني جسديا معنويا. وأنا كنتمنى يعني أصلا حيت أنا عيش هالتجربة وما كنتمنىش أي طفلة تجربها ولا تعيشها. يعني أنا النداء ديالي هاد اليوم يعني ما يبقوش الأهل يصيفطوا بناتهم يخدموا
في اي ميدان، لا في المستوى اللي يكون في البيوت، لا حيت البنات كتبقى اصلا بنت، يعني كتبقى عليها واحد النظره، يعني كما كانت بنت اصلا هي قصيره، يعني الا خرجت للشارع كتعرض كما كانت الاستاذه للتحرش الاغتصاب، يعني بزاف ديال المعاناه، يعني يخليهم يقراو يعني يستافدوا، حيت حتى هما عندهم الاحلام ديالهم، وكنتمنوا يوصلوا ليهم. وانا من هنا كنشكر اولا جمعيه الانصاف حيت هي اللي دعمتني وساعدتني ومازال معايا الى حد الان حتى نكمل ان شاء الله قرايتي ونوصل داك الشيء اللي بغيت ونحقق حلم ديالي. وكنتمنى حتى انا حتى اي بنت واي فتاه تحقق حتى هي حلم ديالها. غنطلب منك في الاخر ملي غادي نرجع لك، الا كان شي رساله توجه للاسر اللي كيمارسوا يعني ربما اعمال تعسفيه ولا اعتداءات ولا تعنيف ولا هذا في حق خادمات، هادو الى شي رساله اللي ربما توصل للضمير ديالهم. بدا بك السيده خالد، كيفاش كتشوف انت المداخل ربما لحد من هذه الظاهره وهذه المآسي اللي كنشوفوها؟ اولا اجباريه التعليم، وهذه مسؤوليه الاسر، الدولة والمجتمع المدني من أجل التحسيس ملائمة القوانين، حيت عندنا إجبارية التعليم فيها 15 سنة، عندنا دابا قانون الشغل ما بين قانون ديال العمال المنزلين ما بين 16 و 18 سنة، يعني القوانين خصها تتلائم وخص الوضوح بالنسبة للمواطنين يفهموا بأن راه أولادهم خصهم يمشيو يقراو، والدولة خصها تشوف امكانيات اللي باش كيفاش ان هاد فاطمه او لا امثال فاطمه خرجناها من هاد المأساه بامكانيات بسيطه، يعني دعم الاسره ديالها. هما جوج بنات كانوا صغار كيقراو، تعطات منحه الاسره ديالها اللي هي بسيطه، كل بنت عليها 250 درهم حتى 300 درهم، واش ما ممكنش نوفروها لهاد الاسر وتخلي بناتها عندها وتمشي تقرا؟ ماشي شي حاجه اللي صعيبه، واللي هاد التنميه البشريه في هذا الاتجاه خصها تمشي في هذا الاتجاه، لان بالفعل مناطق راه ما فيهاش ميدان، راكم شفتوا في البرنامج الفلاحه، ولكن الفلاحه راه موسميه، الا كانت الشتاء راه عنده ما يدير، ما كانت الشتاء ما عندوش ما يدير، ما عنده ما ياكل، وراه قالها السيد قال ما عندناش وما عندنا ما ناكلو، الا ما سميتو كانت صبات الشتاء راه ما كاينه حتى حاجه. سيده عظمه، بغيت نرجع لواحد المساله اللي قالها السي النحي، اللي هي المساله ديال التحسيس. انا كيبان لي المدخل الرئيسي هنايا هو ايصال المعلومه والتحسيس، حتى القانون فعلا فيه اليات، ولكن اول حاجه خص الناس المعنيين يعرفوا بان كاين قانون وشنو فيه هذا القانون، وبالتالي خصنا تكثيف عمليات الاعلام والتحسيس للجميع، لان هذا القانون الكل معني به. فهذا الاطار الوزاره غادي دير حمله تحسيسيه في جميع الجهات ديال المغرب قبل ما يدخل القانون ان شاء الله حيز التنفيذ. مساله اخرى، الوزاره اشتغلت وباغيه تشتغل مع المجتمع المدني، لان الجمعيات والمجتمع المدني عنده القرب من الاشخاص المعنيين مباشره. من 2009 والوزاره كتشتغل في اطار دعم مالي، في اطار شراكه مع جمعيات المجتمع المدني، وفي الحقيقه تحققوا مجموعه النتائج المهمه في هذا المجال. الجمعيات في اطار هذه المشاريع ديال الشراكه الى خديت غير من 2013 الان قدروا يسحبوا ازيد من 4000 ولا 5000 طفل من عالم الشغل، واللي مزيان عند الجمعيات عندهم الامكانيه، لان انا ممكن المفتش يمشي يسحب الطفل ولكن ما عندوش الامكانيه الاخرى فين يديرو، خصو يعيط للتعاون الوطني ولا يعيط لونسينيومون وهذا التعليم باش يعاودوا يدرجوه في التعليم. ولكن لقينا في هذه الشراكه مع المجتمع المدني، ملي كنسحبوا حنا الطفل كنعيطوا للجمعيه اللي عندنا معها شراكه، كتقلب له هي على المسار لذاك الطفل، اما كترجعوا لصفوف المدرسه واما كتدخلوا للتكوين المهني وانما في التعليم النظامي. اذا ما يكفيش اني نسحب، ولكن خصني نوجد البديل. وفعلا باش يمكننا نقضيو على الظاهره كما قلت قبيله، كاين ثلاثه ديال العوامل، كاين الفقر والعوز، خصنا نزيدوا نشتغلوا عليه باش نقصوا، ولو يكون بعض دعم للعائلات المباشر، وهذا نظن مع الصندوق ديال التماسك الاجتماعي بدات هذه المبادره. خصنا نحاربوا الهدر المدرسي، كاين مجهودات اللي كتبذل ولكن مازال خصنا نضعفوها، وكاين المساله ديال الوعي والتحسيس، لان هذا الشيء كله الا كانوا الاباء فعلا
ما فاهمين شو باغيين، مازال غير المزيد من المدخول وهذا، دونك غادي يستمروا انهم يصيفطوا وليداتهم يشتغلوا. دونك هنا خص الوعي والتحسيس، وانا كنوجه نداء للجمعيات ديال المجتمع المدني باش نشتغلوا جميع على هذه المساله ديال التحسيس. وهذا كيدخل حتى في اطار ديال أقول التوصيات اللي مشات فيها منظمة العمل الدولية، لأن منظمة العمل الدولية واخا حطت اتفاقية دولية ديال العمل اللائق بالنسبة للعاملات والعمال المنزليين، ولكن قالت باش هاد العمل يدوز من قطاع الغير مهيكل إلى القطاع المهيكل، أعطت واحد الإحصائية ديال قالت لك في 2015 كانوا 67 مليون عامل منزلي في العالم، منهم 50 مليون في القطاع الغير مهيكل، وبالتالي وضعت واحد الطريقه كتقول لك باش يدوز بصفه تدريجيه من القطاع الغير مهيكل للقطاع المهيكل، اللي كتبنى على ثلاثه ديال النقط. اولا نشر المعلومه والقيام بعمليات التحسيس بالقانون واهميه تطبيقه، يعني دار القانون وخصو يتبعوا مجموعه ديال العمليات ديال الاعلام والتحسيس، وهنا الدور ديال الاعلام باش نعرفوا الناس بان كاين قانون وهاشنو فيه. والدور ديال فاطمه ملي غتولي ان شاء الله. ان شاء الله طبعا طبعا. المساله الثانيه اللي تحدثت عليها منظمه العمل الدوليه هي تخفيض التكلفه عن طريق التحفيزات الضريبيه، لان دابا غادي نقولوا للاسر راه خصكم ديروا الضمان الاجتماعي، يعني راه خصها فيها اون ديكلاراسيون، فيها ان بيمون دو كوتيزاسيون اي تو سا. هنا كاين بعض الدول اللي دارت تحفيزات ضريبيه، كيقولوا لا ديكلاريتي بهذا العمل مثلا غادي يحيدوا لك التيفي ولا هذا. انا كنقول هذه مساله اللي خصها تمشي فيها الحكومه باش نشجعوا الاسر انهم يصرحوا بالعاملات والعمال اللي كاينين. وكاين تبسيط المساطر، راه شحال ما عقدنا القانون ولا عقدنا المساطر الناس غادي يخافوا، بدل ما انه ياخذ العامله ويكون عندها عمل وتكون عندها الحقوق كيقول لك انا ما عندي علاش كاع ما ناخذش هذا العامل المنزلي، الا كنت غادي متابع اني خصني نمشي هنا ونعاود التصريح هنا وهذا. اذا خصنا نشتغلوا على الامور اللي نحطوها تكون مبسطه. يعني انا لابد الاستثمار في التعليم، لأن التعليم هو بوابة ديال التنمية، وبالتالي أنه لابد ما يكون تعليم إجباري مع إقرار ضعائر وجزاءات في حق الأسر اللي ما تترسلش أولادها للمدرسة، وتيخص هنا تتبع. مسألة أخرى لابد أن جهاز ديال التفتيش لابد من تعزيزه، لأن العدد دياله قليل جدا، ما تتجاوزش 300 ديال 400 ديال المفتشين. شحال فيهم نسبة النساء تقريبا؟ ماشي كثرات، يمكن يكون شويه ديك 30. يعني خصوصيه هذا الامر هما المفتشات هما اللي ممكن هما يقترحوا بيوت ويذكروا ويناقشوا الخصوصيات. في هذا الجانب هذا تنقترحوا انه يتم الانفتاح على مساعدات اجتماعيات اللي ممكن يامنوا كذلك هذا الدور هذا بشراكه مع وزاره ديال التشغيل. في نفس الوقت لابد ما نفتح واحد القوس تهم واحد الشريحه اخرى اللي هي كاينه في الادارات العموميه تتعيش واحد الهشاشه، ما هما عمال انعاش الوطني، عدد فيهم راه تيخدم في الديور تيقوم بواحد وما عنده بحاله بحال يعني الخدم. لابد اننا ما ننهيو هذا الجانب هذا، محاربه ديال الفقر، اقرار عداله اللي هي تكون عداله اجتماعيه، الحد من الفوارق المجاليه، ارساء نموذج تنموي جديد كما اورد صاحب الجلاله في خطابه ابان ديال افتتاح السنه التشريعيه، من اجل يعني تنمية حقيقية ومن توزيع العديد الثروات. طيب تكلمنا بزاف على يعني الأطفال والطفلات خصوصا، ولكن المعاناة كاين كذلك بالنسبة يعني الراشدات والراشدين يعني في البيوت. فكما طلبت من 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 فاطمة، طلب كل واحد منكم يعني على الأقل نخاطبوا ربما واحد الجانب إنساني في هذه العائلات، ولا هذا الرجل ولا المرأة اللي كيمارس ممارسات يعني مشينة وحاطة من الكرامة، من تعذيب من تعذيب من استغلال بشتى أنواعه في حق هذا، يعني تحضروا وكذا ربما البعد الانساني فيهم. انا ما غنتكلمش باش غنمشي في البعد الانساني، غنقول لهم راه كاين واحد القانون اخر ديال مكافحه التجار في البشر. هذا القانون راه صارم، لان حتى العمل في ظروف سيئه او المعامله القصوى راه كتحيلوا على انه يتحال على القانون ويتخذ في حقه متابعات وعقوبات جنائيه. يعني الحالات راه شناها غير مؤخرا، هذا الشيء راه ما يبغيه حتى حد. يعني نردوا بالنا،
حنا كمواطنين الكرامة الإنسان راه هي أسمى شيء في الدنيا، ما ممكنش ما بقاش الرق والعبودية. إلا خدم عندي شي حد خدم معايا ماشي خدم عندي، لأن حنا عندنا هذيك الثقافة ديالي، هذا ماشي ديالك، هذا كيشتغل عندك معاك كتأدي ليه الأجر، ولكن راه ماشي باش دير به اللي بغيتي أنك تعذبه أو لا تخدمه في ظروف اللي هي سيئة، ما ممكنش. إحنا في 2018 قرن 21 باقي مازال يكون عندنا بحال هاد الحالات بحال هكا. نعم سيدة عظمي، هذا هو اللي كيسيء السمعة ديال الوطن. سيدة عظمي، أنا كنمشي في نفس المنوال اللي تحدث عليه الأخت، لأن دابا كاين قوانين الحمد لله، راه ملي كيكون الضرب والجرح والتعذيب راه عندنا القانون الجنائي، راه كيما هذاك الشيء وقع في البيت وقع في الطريق وقع في المعمل، راه كاين قانون وكاين الشرطة القضائية اللي غادي تتبع. بس ربما كذلك غير قوس ديال مسؤولية لأن كدوز الحالات وما كيتعاقبوش الناس كيتفكوا. مسؤولية الجيران ربما وهذا في التبليغ، لأن بالفعل كاين كما قالت القانون ديال التجارة بالبشر، الحمد لله المغرب ديالنا الدولة ديالنا تقدمت في هذا المجال، كاين هذا قانون اللي كيوضح العلاقة كيعطيه الحق كما قالت. أنا ملي كيشغلوا ماشي خدام عنده، مي خدام معاه، يعني كاين واحد العلاقة تماما، كاين حقوق وكاين واجبات. إذا إما أنت محتاجني في هذه العلاقة بهذا الاحترام، ما يمكن لكش تبقى معايا في علاقة ديال الاحترام وديال الحق والواجب، تحيد هذه العلاقة وما نبقاش، لأن كما قلنا تسال الوقت ديال العبودية وديال. واضح سي نحيلي. أنا بعيدا يعني على كل خطاب يعني عاطفي ممكن أنه نغلفوا به عملية ديال تشغيل الأطفال، تنقولوا أن الطفل خصو يكون في المدرسة وليكون في حجرة يعني في جانب ديال التكوين، وأن أي مبرر اللي ممكن يكون عند أسرة من أجل يعني تشغيل واحد الطفل يعني ممكن أنهم يستغنوا عليه، لأن القانون الآن يعني عمل ديال الطفل غير مفيد وما يقدم لك والو، لان مجموع ديال المهام ما خصوش يقوم بها ديك الطفل، وبالتالي انت في غنى على الطفل الا ولا عندك سوء نيه ان استغلال ديال الاطفال، وانهم كذلك خرق القانون اللي ممكن يعرضك لعقوبات يعني وغرامات في هذا الاتجاه. فاطمه ايت موليد، انت عندك الكلمه الاخيره، عندك شي رساله توجه لهاد الاسر اللي كيمارسوا ممارسات يعني حطم الكرامه في حق الخادمه اساسا؟ وي صراحه الرساله اللي بغيت نوجه لهاد الاسره انهم يعاملوا هذوك البنات بحال بناتهم، حيت اي ماشي اي ما طردت تمشي بنتها تعرض لمجموعه من الاضطرابات النفسيه والجسديه، ان هذيك المراه تعامل هذيك البنت هذيك الخدامه اللي عندها يعني بحال بنتها، حيت هذيك المراه حتى هي ما غاديش طردت تمشي بنتها لشي بلاصه يعني وتعامل بحال نفس المعامل اللي كتعامل بها بنات الناس. حتى دابا كنشوفوا كما قالت الاستاذه يعني ما بقاش يعني كتكون هذيك خدامه معايا ولا معايا، يعني دابا الناس كيبغوا يبانوا، كتبغي تقول لا فوالا انا عندي خدامه وكتبغي تبان على عندي جوج فهمتي هكا علاش يعني هذوك واخا هكاك يعني كنشوفوا دابا في هذا المجتمع ديالنا. اولا المجتمع ديالنا ما كيرحمش، وثانيا ما بقاش الانسانيه، يعني كما شفنا ديك الاخت هذيك الطفله لطيفه اللي تعرضت مجموعه من الاعتداءات الجسديه، يعني هذيك يعني انا ما غاديش نقول عليها انها انسانه، حيت كون كانت انسانه بصح ما غاديش تعامل هذيك البنت بحال هكاك، يعني ما غاديش دير لها بحال هكاك، يعني خصها تكون في مرتبه بحال بنتها، يعني تعاملها بالاحترام. فوالا اي جبت شي بنت اي باش تعاوني، ماشي نردها خدامه ولا نتعدى عليها ولا يعني. ان من هذه الصراحه من هذا المنبر كنوجه لواحد الرساله ان هاد العيالات ولا هاد الاسر يعني احترموا دوك البنات فريمون، راه هذيك السيده ولا هذيك البنت راه كتبقى انسانه في اخر المطاف، كتبقى انسانه يعني واجب عليها تحترمها. ومن حتى من هذا المنبر كنوجه الرساله للاباء ان مهما كانت الظروف يحاولوا يكبروا ولادهم في واحد يعني في واحد المحبه، في واحد يعني في واحد الحنان، حيت الطفل كيحتاج اولا الى الحنان ديال لي بارون ديالو، الحضن ديال الوالدين. يعني تيكون عنده واحد السن كما قالت الاستاذه السن بحال 18، يعني تيكون داك الطفل واعي، يعني كيكون حر يعني ياخذ اي قرار بغى واي مسار بغى يمشي ليه يمشي ليه. وفوالا بغيت نشكر اولا بغيت نشكر جمعيه الانصاف، حيت هي يعني عاونت بشكل جد كبير ان هاد البنات يعني
يبقاو في مدرستهم. وكنشكرها حتى انا اولا حيت بلا بها صراحه ما غاديش نوصل الى هاد البلاصه فين كنت دابا انني وليت دابا طالبه. وكنشكر لها كنشكرها الصراحه بزاف بزاف حيت هي اللي عاونتني. وكنشكركم انتم، كنشكر الاساتذه الكرام، وكنشكرك على الاستضافه. شكرا لك فاطمه اسمولي، السيده سليمه عظمي، امينه خالد، السي محمد النحلي، اشكركم جميعا. اشكركم كذلك انتم المشاهدين الكرام على حسن المتابعه، وللقاء في فرصه مقبله بحول الله.